خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن المعرض. هنعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور، وبداية عايزين نعرف أبرز الأعمال اللي اشتمل عليها المعرض وأنواع الفنون اللي كانت منضمة داخل هذا المعرض. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين. طبعا احنا جامعة الأقصر في إطار دور الجامعة التثقيفي والتنويري وتأكيد لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفن والمبدعين لتقديم أعمال راقية علشان تسري الثقافة والفن والأبداع، كانت مشاركتنا مع مهرجان السينما الأفريقي في دورات ال11 اللي هو المعرض التشكيلي أو الفن التشكيلي بكلية الفنون الجميلة تحت شعار في حب مصر. المعرض كان فيه حوالي 150 لوحة شاركت فيها 40 دولة بمشاركة حوالي 500 فنان، والمعرض كان جميل جدا، وكان بان هو بمناسبه برضه اليوم العالمي للمراه، كان بيعبر عن اللي هو دور المراه في العصر الفرعوني وحتى العصر الحالي من اللي هي الممارسات الابداعيه والفنيه للمراه. وطبعا احنا عارفين المراه دلوقتي في ظل توجيهات فخامه الرئيس وتوجيهات الدوله ان هي قدرت تاخد مكانه كبيره خالص وتحتل مكانه كبيره خالص. الطلاب اللي شاركوا في المعرض حوالي 20 طالب ما بين طالب وطالبه يعني، ودي كان تعاون بيننا وبين مهرجان السينما الافريقي في دورته ال11. نعم دكتور، يمكن احنا شايفين من خلال الصور اللي بتعرض الان كان في مجموعه من الفنانين المشاهير، يعني شايفين دلوقتي الفنان محمود حميده من ابرز المشاهير اللي حرصوا على يعني تفقد اعمال المعرض والمشاركه في هذا المعرض. وكان الفنان محمود حميدة بصفته رئيس الشرف للمهرجان طبعا، نعم. وكان سيناريست السيد فؤاد، وبرضه كانت موجودة الأستاذة عزة الحسيني. في بعض الفنانين، كانت فنانة بسمة كانت معنا في الافتتاح أول أمس، لكن كان في عدد كبير خالص من اللي هم المثقفين بالنسبة في الأقصر حرصوا تماما على حضور اللي هو المعرض. نعم. مدة تنظيم المعرض مستمرة لكم يوم يا دكتور؟ لا، المعرض مستمر حوالي أسبوع تاني، لكن هو المعرض كان امتداد من احنا كنا احتفلنا باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، لأن كلية الفنون الجميلة من أقدم الكليات هنا في جامعة الأقصر، تم إنشائها في عام 1996، وبالتالي مر على إنشائها 25 سنة، فهو كان امتداد برضه للي هو اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، واحنا مستمرين على طول العام الكامل إن شاء الله. إزاي بتسهم الفعاليات دي يا دكتور إنه الجامعة تستفيد من خلال هذه الفعاليات نقل للثقافات ما بين أفريقيا؟ الطلبة اللي لسه في الجامعة بيتفاعلوا إزاي مع كل هذه المشاركات؟ أولا إحنا المشاركات كانت في فنانين من البحرين ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن الهند، من 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 بلدان اجنبيه وعربيه، والناس دي بتيجي هنا اهوت بتعمل ورش عمل او ورك شوبس بالنسبه للطلاب، فهنا بنبدا نقول اللي هو انفتاح على الحضارات سواء كانت اجنبيه او عربيه، وبالتالي هنا بيعتبر في مجز، هنا مزج بيننا وبين الثقافات الاخرى، وبتستفيد الطلاب من خلال ورش العمل اللي هي بتعملها الفنانين اللي بتيجي وبتقعد حوالي شهر او شهرين عندنا هنا في الاقصر، او بتقيم اقامه كامله في الاقصر علشان تقدم الفن بتاعها، واحنا بنستفيد من تبادل الثقافات بيننا وبينهم. نعم دكتور، يمكن ورش العمل اللي حضرتك ذكرتها دي والمعارض كمان بالاضافه ليها يعني بتعزز من فكره اكتشاف المواهب الطلابيه اللي موجوده في الجامعه، فهل بيتم تنظيم يعني هذه المعارض او ورش العمل بشكل دوري للكشف عن هذه المواهب؟ بلا شك احنا هنا بنعمل، يمكن النهارده عندنا احنا عاملين النهارده ورك شوب النهارده تاني في الجامعه علشان اكتشاف الموهوبين، ودي كان تفعيل ليمكن يعني توجيهات فخامه الرئيس في كفر الشيخ لما كنا في اجتماع في كفر الشيخ، ودعا لان احنا رعايه الموهوبين، وده بنعمله بشكل دوري احنا، وبنعمل مسابقات بشكل دوريه. وطبعا احنا عارفين معظم اللي هم طلاب كليه الفنون اصلا موهوبين، وبالتالي احنا بنعتبرهم هم، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نفرز اللي هو الاكثر موهبه فيهم، لكن معظمهم موهوبين. طب الجهود اللي بتقوم بها الجامعه بقى تحديدا لرعايه الموهوبين زي ما حضرتك ذكرت يعني تطبيقا لتوجيهات السيد الرئيس ايه هي؟
احنا هنا عاملين حاليا مركز للموهوبين اساسا، وبنحاول طبعا بنعمل مسابقات بالاضافه الى تقديم جوائز ليهم. وبالتالي دلوقتي احنا عملنا هنا هوت مركز للمبدعين، وعملنا ليه لائحه وماشي بشكل منتظم، بالاضافه الى دعمه ماديا وبرضه وبالخبرات بتاعه الساده اعضاء تدريس علشان يسقلوا المهارات والابداعات اللي بالنسبه للطلاب. نعم. عظيم. دكتور محمد عزوز رئيس جامعه الاقصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.